وأكيد وصلنا هلأ ميسان إلى فقرتنا التالية مع الإبداع. يعني دائما الشباب السوري مبدع، وأطفال سوريا وشباب سوريا هن مبدعين، وهن أكيد لهم مستقبل مزدهر ومشرق بالأمل. رح نروح لبرنامج الجامعي الصغير يلي هو شعاره التعلم باستمتاع يحول الفشل إلى إبداع. حقق نجاح وصدى خلال سنوات عديدة، الهدف منه إعادة الإعمار الفكري عند الأطفال واليافعين من خلال بناء الأطفال على جميع الأصعدة وردم الفجوات وتجاوز المطبات وسد الثغرات يلي بتواجه وواجهت مرحلة الطفولة نتيجة الظروف الصعبة يلي مرقنا فيها. رح نحكي أكثر عن البرنامج، ورح نحكي أكثر ونتعرف على الأطفال المبدعين والشباب اليافعين الجامعيين يلي عم يتحضروا لمرحلة الجامعة، ان كانت وان كانت ابدعوا بمجالات عديدة علمية. بصيرنا نرحب بالسيدة فاتن الملا حمود مؤسس البرنامج. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي، وايضا بدي رحب بالشاب عبد الرحمن الدواليبي. اهلا وسهلا فيك. عبد الرحمن هو من الاطفال يلي شاركوا الوطني للأولمبياد العلمي، وهو مدرب روبيك للأطفال الصغار. الروبيك هو المكعب يلي فيه عدة ألوان، أنت مدرب لهم. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك مدام فاتن. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم مدام فاتن. رح نبدأ مع حضرتك. أول شيء خلينا نرجع نتذكر البرنامج يلي أنت من مؤسسي برنامج الجامعي الصغير، شو الأهداف منه وليش كانت هي الفكرة اشتغلتوا عليها؟ الهدف الرئيسي من البرنامج مثل ما حكينا بحلقات سابقة هو صناعة الإبداع والابتكار بالمجتمع الفتي يلي هن الأطفال واليافعين، وتجهيز البنية التحتية لشخصية الطفل لتلقي المعرفة. عم نشتغل بما قبل المعرفة وأثناء المعرفة وما بعد المعرفة. فكان في عنا مثل باختصار رح نحكي عن البرنامج تذكرة الشق البنائي اللي هو مثل ما قلنا عم نشتغل على البناء الاجتماعي، البناء النفسي، موضوع الذكاء العاطفي، موضوع جاهزية تلقي المعرفة، حتى موضوع الضبط الأخلاقي اللي تبنى عليه الأمم عم نشتغل عليه بشكل نوصل لمرحلة الضبط الذاتي دون إصدار أوامر. بالنسبة للشق المعرفي حكينا عن تخصصات الجامعية، وكان في عنا وقت ضيوف بالطبيب الصغير والكابتن الطيار الصغير، المهندس الصغير، المهندس المدني، المهندس المعماري، امتلكوا المعلومات الجامعية بشكل مبسط وسهل وعن طريق اللعب والمرح وبشكل ممتع مثل ما قالت انه شعارنا التعلم باستمتاع يحول الفشل الى ابداع. هي باختصار بالنسبة للتخصصات الجامعية، انه اخذوا امتلكوا شهادة الجامعي العام مرحلة اولى من 9 ل 12 سنة، وكمرحلة ثانية شهادة الجامعي التخصصي بعد ما عملنا لهم اختبار اليافعين طبعا، بعد ما عملنا اختبار بانماط الذكاءات المتعدده اللي عندهم وذكاء حسب شغفهم وحسب قدراتهم، تم اختيار الاختصاص المناسب 100% لتغطيه الفجوه انه نحن بنفوت على الجامعه ما عارفانين الضياع اللي بصير بالمفاضله اثناء اختيار التخصص. فهون هو مختار تخصصه ونزلت له الماده الجامعيه ب 14 15 16 بمرحله اليافعين بشكل مبسط مثل ما قلنا وممنهج عن طريق جامعه دمشق بالتنسيق مع الفريق اللي معنا دكاتره بالجامعه، بناخذ الاوكي على المنهج فبنعطيهم اياه. فنازلت له الماده الجامعيه بشكل مبسط مثل ما قلنا، فبيفوت على الجامعه بعمر 17 بيعرف كل شيء عن التخصص. التخصص يعني هو فات عليه، ما انه دخول عشوائي الى الجامعه. يمكن هي الحاله اللي كثير سيئه اللي بتكون عندنا ليا، انه نحن بنختار الجامعه وما بنعرف حسب العلامات، حسب العلامات وما بنعرف شو ليش بدنا ندرس هي الجامعه، واصلا شو بتحويها على مواد وشو المواد اللي بدنا ندرسها. يكون الهدف واضح مثل ما قلنا، ما في هالضياع اني فوت على الكليه ضيع من عمري سنه ارجع انقل او اطلع رقم خريجي اضافي فاشل بالمجتمع اللي نحن يعني للاسف عندنا كثير هيك حالات. تمام. فهذا البرنامج مثل ما قلنا بيقوم بصناعه الابداع فعلا، لانه اللي عم يفوت بال17 سنه فايت مثلا ككيميائي او كفيزيائي فهو مستمتع بالفرع رح يبدع. استاذ فاتن نحن رح نكفي معك، ولكن خليني ارجع عند عبد الرحمن. صباح الخير. صباح النور. يعني عرفنا عن حالك، قديش عمرك؟ قديش صار لك انت بالبرنامج الجامعي الصغير؟ وانت اختصاص فيزياء صح؟ ايه. احكي لنا عن حالك اكثر. انا عبد الرحمن الدوليبي، عمري 16 سنه، موجود بالبرنامج مع الانسه من تقريبا 4 سنين. اها.
عملنا العديد من الدورات مثل أول عفوا بس خلينا هيك لحتى نحكي لكل حدا حابب يدخل بالبرنامج ويتعرف أكثر. أنت دخلت كنت متجه إلى اختصاص الفيزياء ولا لا؟ أنت دخلت مانك عرفان شو بدك تختص؟ لا دخلت ومالي عرفان يعني محتار بين كذا تخصص يعني. فعملنا العديد من الدورات عم لقيت حالي انه انا منيح بهالمجال مثل مجال الفيزياء. عملنا دورة الفيزياء الصغير لقيت حالي منيح بهالمجال فقررت اكمل فيه. انت كيف عرفت اصلا عن البرنامج وحبيت انك تدخل في البرنامج الجامعي الصغير؟ سمعت عنه على النت وشفت عديد من المقابلات يعني فحبيت يعني يغير من حالي قوي شخصيتي انه ممكن سجل دورات مثل الكوتش الصغير حاول قوي شخصيتي انه عدم الخجل والقدرة على ايصال معلومة فقلت لحالي خليني انه بجرب وسجل دورات حتى اعرف وين تخصصي يعني ما اضيع لما اوصل على البكالوريا اعرف شو بدي فوت. بعدين يمكن شاركت بالاولمبياد العلمي السوري مشاركتك بعد ما سجلت قديش استفدت خبرنا عن هالموضوع. والله كان في فائدة كثير كبيرة يعني عن كذا شغلة يعني بالنسبة للكوتش الصغير مثلا استفدت يعني حسنت صرت اقدر اوصل المعلومة للطالب وكمان غير هيك ممكن انه بصير في زيادة احترام للمعلم يعني انا بحس انه كيف المعلم هو عم يتعب وعم يحاول يوصلنا المعلومة فتت بهي التجربة انت. ايوه لانه خطة. تمام. عبد الرحمن حضرتك كان عندكم من فترة يمكن قليلة كان عندكم تجارب علمية وحصلت على المرتبة الثامنة انت من اصل 47 مثل ما حكينا بالتصفيات قبل النهائية. قبل النهائية اسا في تصفيات النهائية للاسف ما قدرت فوت على الفريق الوطني. طيب خلينا نحكي حسيت بصعوبة كتير كبيرة لما انت عم تكون مع مجموعة عم تتبارزوا بالمعلومات حتى بالشق العملي يلي على أرض الواقع حسيت بهي الصعوبة ولا حسيت لا انت مكتفي بهي المعلومات يلي عم تاخذها؟ بداية أول شيء كنت بواجه صعوبة طبعا بس يعني بعد ما شفت حالي منيح بالمجال وصرت اشتغل عليه يعني وهيك لا الحمد لله ما واجهت أي صعوبة. ان شاء الله رح نرجع لعندك عبد الرحمن. مدام فاتن يعني وقت نحن وقت عم تختاروا الاطفال بأي اعمار بتدخل الاطفال معكم على هذا البرنامج كيف يمكن بتقدروا توجهوا الطفل على الشيء اللي هو بيناسبه وبيناسب موهبته او الموضوع يلي تميز فيه؟ هلا هو خطة البرنامج انه نحن بنستقبل الاطفال من عمر 5 سنين من 5 سنين لثمان سنين هي الطفولة المبكرة. عم نقوم بزرع بذرة الابداع ببرمجتهم على التفوق احتكاكهم مع الجامعيين مو كمادة علمية بهالمرحلة بس كبرمجة وزرع بذرة الابداع فما عاد يقبلوا بالفشل فهن جامعيين قولا واحدا مستقبلا يعني الجامعيين الصغار البراعم خلينا نقول بس انت زرعتي فيهم هالفكر زرعتي فيهم التفوق النهج الابداعي. المرحلة الثانية مثل ما قلنا الاطفال وصولا لليافعين فثلاث مراحل عمرية بنستلم الطفل من 5 سنين هو هذا المفروض بس كون البرنامج ما صار له يعني هالفترة كلها من 5 ل 17 سنة فكنا نحن من شيء 4 سنين بلشنا فيه والحمد لله في نجاحات كبيرة مثل ما شفنا في نماذج كثيرة عندنا مثل عبد الرحمن ورفقاته. فمثلا هلا عبد الرحمن خضع للميكانيكي الصغير بيفرط محرك سيارة وبيعرف كل شيء عن موضوع السيارات خضع بالمعلوماتي بالبرمجة سي بلس بلس بدرجات فيها طبقنا عليهم مثلا الكوتش المدرب الصغير فهو مدرب كوتش بمكعب روبيك طبقنا كثير من التخصصات الجامعية واخذ شهادة الجامعي العام يلي هي كل التخصصات تعرف عليها مثل ما قلنا معرفة مبدئية وبعدين لقينا انه ميوله واختصاصه حسب نمط الاختبارات اللي صارت بالفيزياء وهلا الحمد لله ان شاء الله بيدخل بالفيزياء وبيكون مبدع فيها عم يعني يحاول بالابداعات. واهم شيء انه مثل ما ذكر عبد الرحمن انه هو صار يعطي ويعلم الاصغر منه صح. بمجالات عديدة صار يحس بأهمية المعلم والمعلومة ولكن كمان وقت سألته لعبد الرحمن انه انت فتت ميولك فيزياء اللي لا هون اليوم قديش مهم انه نحن لما يفوت الطفل لعنا خام ما انه عرفان لوين يتجه ممكن هو ضايع هو لكن اكيد كل حدا فينا هو بيملك ابداع بمرحلة ما اهمية الدورات يلي بيخضع لها ومين هو مين اللجنة يلي بتحقق له اختصاصه او بتقول له انه انت روح بهذا الاتجاه. تمام.
هلا هو الهدف مثل ما قلنا تحويل الاطفال من فشل لابداع. نحن ما في عندنا اطفال فاشلين، بس في اختلاف بانماط الذكاءات اللي عندهم، في اطفال عندهم اكثر من نمط ذكاء. نحن هون دورنا انه نكتشفهم، في برنامج هو اكتشفني ونمني، عم نكتشف الاطفال ونكتشف ابداعاتهم يلي هن ما بيعرفوها عن نفسهم، يلي اهاليهم ما بيعرفوها عنهم. للاسف احيانا الام بتقول لك انا ابني شايفته مثلا كابتن او شايفته طبيب او كذا، وقت عم ناخذه لعنا هو بيكون عم يقول انه انا كابتن او انا طبيب. حكي الماما. تمام. وقت نجي عم ناخذه ونعرضه على كل التخصصات، نرجي الصناديق كلها من جوا مشان يكون اختياره حقيقي، عم يلاقي حاله لا ممكن انا ما لقيت حالي هون، لقيت حالي مثلا بالفيزياء او كمهندس. هلا مثل عبد الرحمن كان رائد طليعي بالرياضيات بالابتدائي، وكان انه الرياضيات انه كثير، فوقت تعرف على الفيزيائي وفات بالتجارب الفيزيائيه العلميه فوجد نفسه بالفيزيائي اكثر، فكان توجهه فيزيائي. يعني سابقا كان دائما انه هو دكتور بالرياضيات بالجامعه وكذا، فلقى نفسه بالفيزيائي. فهذا اللي عم نراهن عليه نحن، انه ننقل من فشل لابداع ويكون الاختيار حقيقي ويكون التطبيق عملي. هذا الشيء ما بيتعارض مع المدرسه، مع ايام المدرسه، مع الفحوصات؟ يعني كثير كثير في ضغط بالمدارس، وخاصه بظل جائحه كورونا، يعني عم يصير في ممكن تعرضنا لفتره من انه نحن قاعدين بالبيت، ما في دوام بالمدرسه، الدرس هو اونلاين او الى ما هنالك. ولكن خلينا نحكي انه تعارضتوا شيء ضمن البرنامج؟ الحمد لله، لانه كان كله مدروس ممنهج. يعني هلا انا بعتبره هو موضوع وهم، لانه الوقت كثير كبير، بس هو التنظيم الوقت، انك تحطي خطه، تحطي هدف واستراتيجيه تطبيق هاي الخطة. ففي عنا وقت كتير، وبدليل انه الاطفال عم يقعدوا كتير على النت، عم يقعدوا كتير على التلفزيون، في وقت مهدور، فهذا الوقت المهدور نحن عم نستثمره صح، فما في اثقال نهائيا. والفكره الثانيه انه البرنامج اللي عم طبقه ما في شيء حفظ، ما في شيء تسميع، ما في اثقال على المرحله العمريه، وممنهج حسب المرحله العمريه، كله عملي تفاعلي. نحن في عنا بكورساتنا كله تطبيق عملي، عم ناخذهم على سوق العمل، يعني بالمهندس المدني عم نفوتهم على الكليه، بفوتوا على مخبر الهيدروليك، بالفيزيائي عم يفوتوا على المخابر، بالطبيب عم يفوتهم على المشافي، نعرفهم على الاجهزه بالمخبري، ففي تطبيق عملي. يعني الطفل عم ياخذ المعلومه يكتسبها، وبالعكس هو فرحان عم يستنى الوقت تبع الكورس مشان يكتسب هالمعلومات، فما في تعارض نهائيا مع الدراسه. لانه مثلا عم نعطي نحن خميس وسبت، الخميس عم يرجع من المدرسه ما راح يدرس اول ساعه، يعني من الساعه 3 للأربعة مثلا، 4 وربع 4 ونص، عم ناخذ هالساعه ونص من وقته. فنحن مستمرين بالشتاء، يعني يوم الخميس ويوم السبت، السبت كمان عنده عطله. احيانا بناخذ اذا ما في مذاكرات ببدايه السنه واوقات الفراغ يوم واحد بالاسبوع، مثلا اذا اخذنا خميس وثلاثة، ثلاثة كمان ساعة ونص، ما بتوقع انه بتأثر، بالعكس بيرجع هو متنشط ومتحفز على الدراسة. في فكرة بس حابة اقولها بالنسبة لموضوع الباحث العلمي الصغير. هلا الباحث العلمي الصغير هي مشان استثمار الوقت المهدور على الانترنت، وهي المشكلة اللي بيعانوا منها الاهالي بشكل كتير كبير، يعني للأسف أكثر الأهالي. فنحن مشان نخرج من هاي الفجوة، إنه كيف طبعا الأطفال بمرحلة المراهقة وبالمراحل النضوج ما عم يتقبلوا منك إنه لا تعود، صعب النقاش يكون تمام، وإصدار الأوامر المباشرة. فنحن عم ناخدهم بالباحث العلمي الصغير، نوجههم للبحث اللي بيستهويهم. هلأ مثلا عن طريق الانترنت يمكن هذا تمام، إنه يقعدوا على الانترنت، مو ما يقعد نهائيا، بس بحدود خلينا نقول بالحالة القصوى إذا كان عنده بحث معين ساعة ونص ساعتين، نقسمهم على صباحي ومسائي، بس بيكون قعدته هادفة، هذا الوقت ما بيكون مهدور. هلأ مثلا إذا بيحكي لنا عبد الرحمن بالنسبة للباحث العلمي بالفيزياء، فنحن عم نفتح له ملف مثلا هو سجلناه بالفيزياء، طبعا كل طفل حسب تخصصه اللي هو بيرغب فيه ويبحث فيه، فهو مستمتع فيه، رح يبحث حيقعد، يعني بنفتح له الملف ودائما بيتابع معنا أوصل ما أكثر ما توصل له العلم الحديث بالتكنولوجيا. كيف بتقدر يعني عبد الرحمن تفيدهم معلومات جديدة وتبحث بهذا المجال اللي أنت بتحبه؟ إيه تمام، طبعا تبعا لعديد من الخطوات، يعني كخطوة أولى إنه بختار البحث العلمي اللي بدي أساويه عنوان مناسب له، لحتى اعرف يعني ما اتشتت بباقي المعلومات، اعرف شو بدي اخذ. والخطوه الثانيه انه ممكن باخذ مشرف او استاذ يكون بهذا الاختصاص اللي عم ابحث عنه انا، تمام. بعدين ممكن انه لما اقتبس اي معلومه، وهي هي اهم نقطه، لما اقتبس اي معلومه اعرف المصدر تبعها، انه يكون المصدر موثوق، مو من اي معلومه بشوفها على النت بيجي باخذها انا. مثلا مره اثناء بحثي عن الفيزياء الفلكيه انه ماذا يحدث في الكون في كل ثانيه، لقيت وجدت معلومه انه يولد 4800 نجم في كل ثانيه.
عم ابحث عن المصادر، عن كذا مصدر، لقيت مصدر اخر انه 4000 نجم بس انه في كل ثانيه، فهي ارقام تقريبيه تمام. فبتختلف من مصدر لمصدر، ممكن يعني انه بدي اعطيها فكره لحدا عشان ما اعطيها فكره غلط ملغوطه، هو ما يقارب فيك تعطيها. عبد الرحمن خلينا نحكي بنقطه، يمكن حسيت باثناء بحثك انك انت ممكن تمرق عليك بحث او يمرق عليك ماده او معلومه هي ما كثير مفهومه بالنسبه لك، نقلتها لاساتذتك بحثتوها سوا، تعاونتوا سوا بهذا الشط؟ ايه هلا ممكن لهيك عم اقول لك انه في ممكن يكون عندك مشرف او استاذ بهذا الاختصاص، مشان اذا واجهت معلومه جديده مثلا كبيره على عمري مثلا جامعيه او كذا، فبسال المشرف والاستاذ المختص بهالمجال. وانتم بالباحث الصغير يمكن هن بالبحث تبعهم لازم ينظموه او فقط بيرسلوا لكم المعلومات وانتم بتنظموا لهم اياها؟ لا هلا نحن عم نعطينا اول شيء كيفيه البحث مثل ما حكى انه كيف الخطوات التدريجيه للبحث. نعم. فبيكونوا مؤهلين انه عارفانين كيف يتم البحث بشكل ممنهج يعني. بعدين عم يطبقوه مثل ما قلنا باشراف استاذ مختص بكل تخصص، في عندنا اساتذه والفريق اللي عندنا مثل ما قلنا خبير يعني ونوعي بهالقصص وعم يتابعهم. يعني مثلا مثل ما حكى انه في معلومه حكينا فيها موضوع الكتل بال كتله مجره درب التباني، ممكن كتله مجره درب التباني، فطلب منه بحث بهذا السؤال، فكان شوي ثقيل كمرحله عمريه، فكان في نقاش كثير كبير مع الاساتذه بموضوع كتله مجره درب التباني وهالقصص. فوقت حضرت هذا البحث كثير كان شيء حلو، يعني بيضل في معلومات اضافيه بتنمي وبتطلق الموهبه اللي عنده. مثل ما قلنا هلا استرجاع المعلومه، كيفيه توليد الافكار منها، كيف هذا كله بياخذوه بالبحث العلمي، كيف ربط المعلومات ببعضها، انه انت بتربطي المعلومه، اخذتي هالمعلومه ما بتحطيها عندك. في كثير ناس عندهم معلومات كثيره وبكل التخصصات بس بتحسي ما عم يقدروا يساووا منها شيء، ما عم يطلع منها شيء. نحن هون دورنا بالبحث العلمي انه يجسدها، يخرج لنا اياها بشكل حتى ولو فكره ابداعيه، يعني يقدروا يستفيدوا الاخرين منها يعني تمام. وعم ناخذها نحن اللي عندهم افكار ابداعيه بجمعيه المخترعين السوريين، ننمي لهم اياها، ممكن كمان نسجلهم بالهيئه العليا للبحث العلمي. يعني في افق تحفيزيه كثير كبيره من خلالها بتجذبي وبتحمسي الطفل انه ينتسب للباحث العلمي، يلي هي فوائدها كثير كبيره على جميع الاصعده. طيب خلينا نحكي ست فاتن عن الكادر والانسات والاساتذه وربما دكاتره يلي عم يعطوا الشباب والصبايا، مين هن، شو اختصاصاتهم، و يعني في اعداد منيحه لحتى هي تضل 24 على 24 عم تجاوب على تساؤلات بحث الشباب؟ تمام. هلا مشان هي النقطه نحن بدنا كادر كثير كبير لانه عدد الاطفال كثير كبير، وانا عم بطمح انه نغطي عدد كبير عندنا، فكان فكره اعداد مدرب اطفال محترف. نحن عم نتوجه لطلاب الجامعه، والحمد لله بالجامعه فتحوا لي المركز الباسل بالهندسه المدنيه كمثال، اعطينا اعداد مدرب اطفال لطلاب الهندسه المدنيه بالمهندس المدني الصغير. فهو اخذ فرصه عمل مفتوحه بالسي في تبعه اضافيه بشهاده موثقه انه هو مدرب اطفال. نحن عم نعدهم انه مو اي حدا بيقدر يتعامل مع الاطفال كمراحل عمريه، مرحله الطفوله لحال، مرحله الاطفال لحال، مرحله اليافعين لحال، وبنفس الوقت عم ينموا خبراتهم العلميه كطلاب جامعه مثلا بالهندسه المدنيه من خلال عم نعطيهم نحن المنهجية التفكير الإبداعي وكيف إطلاقه، وبيكون في دكتور مختص بالجامعة عم يعطي معنا كيف ينقل المادة العلمية للأطفال. فهي بالنسبة للمدربين، في عندنا أعداد مدربين طبعا كلهم بيكونوا خبراء وتحت إشراف دكاترة الجامعة، يعني أنا بركز على هالقصة. هلا في عندنا مثلا دكتور شفي داوود بالهندسه المدنيه، في دكاتره كثير هن اللي عم يشرفوا على طلاب الجامعه اللي عم يعطوا الاطفال. ويمكن هذا الشيء بالنسبه لطلاب الجامعه هن بيتعلموا لقدام انه يكون عندهم آلية التعليم التفكيري الابداعي الخلاقي اللي هو مانو التعليم الجامد، يعني اللي نحن ما بقى صرنا محتاجين له ابدا، لانه الاطفال عندنا ليه هلا صار هن عندهم فكر كثير واسع يعني، ومن عمر صغير بتلاقيهم كثير، لكن لازم يتوظفوا بمكان تماماً صح. تماما. كمان شوي عبد الرحمن بدنا نعرف عن تدريب الروبيك للاطفال الصغار، خبرنا عنه.
ايه اول شيء يعني من اول شيء انت كيف تعلمته؟ عن طريق الانترنت. اوكي. بحثت عنه عن طريق الانترنت وتعلمت الطريقه. فبس كنت يعني شوف حالي انه انا وصغير كنت كثير احب هالقصه انه ممكن يكون اعرف كيف حله. فحبيت انه بعد ما شفت انه دوره الكوتش الصغير انه فيني ممكن يصير حقق يعني امنيه انه بعض حقق حلمك وانك انت مدرب كمدرب يعني درب الاطفال الصغار ليعرفوا يحلوا. اول شيء يعني من علم الاول مره اول ما تعلمت عليه قديش ظليت لحليته؟ هلا اول شيء كحفظت الخطوات ضليت 3 ايام تقريبا اول شيء. بس منيح. ايه ما وقت كثير. ايه تمام. فنعمل لهم الكورس ممكن بده يكون تقريبا 10 جلسات اذا كان ساعه يعني لانه بده يعني خوارزميات حفظ خوارزميات وكذا حتى ينحفظ. يعني هو ما نو فقط يعني حركات نحن المشكله بنقعد بنضمن خمس ساعات. لا لا عباره عن حفظ يعني حفظ خوارزميات حركات تطبيقات. نحن عافرينك بحلقه جاي لحتى تجيب لنا اياها معك وتعلمنا. نحن ما بنقبل ما بدنا اياك انك تعلمنا كيف طريقه تفكر روبيك لانه كثير صعب. صار بدها هلا صرت سريع فيها بالوقت؟ ايه الحمد لله. لا وصلت تعمل انت ومد عيونك؟ لا مو يعني بس اخذ معي تقريبا 32 ثانيه وصل 32 ثانيه من حد. بس مو كان بالتاسع كان في انقطاع يعني ما كان في هالتدريب. هلا بالنسبه للفكره اللي قالها انه الكوتش مدرب الصغير، نحن مثل ما قلنا بنعطيهم القدره على الالقاء، لغه الجسد، كيف يتعامل مع المتدربين، كيف يقضي على الخجل، كيف الثقه بالنفس، هي يمتلكها كلها. بعدين بنطلق له من العنان انه انت بدك تصير مدرب بشو؟ شو هوايتك؟ شو رغبتك؟ فكان هو رغبة بالنسبة للروبيك فصار مدرب بمكعب روبيك. ممكن بقية الأطفال كل واحد حسب اختصاصه يعني أو حسب هوايته يكون مدرب فيها. في عنا مدربين تحفيزيين مثل ما حكينا اللقاء الماضي كان في مدرب تحفيزي عم بيحكي عن موضوع الغضب عن موضوع التربوي الأخلاقي. يعني وقت أنت تخلي الطفل يشارك معك بالموضوع الأخلاقي موضوع الأوامر اللي أنت حابة تصدريها له بشكل غير مباشر يكون هو مدرب معك أو يكون هو تربوي بيكون هو مصلح. يعني هي من نتائج الكوتش الصغير مثلا مدرب الروبيك أو مصلح اجتماعي أو تربوي أو معلم. المعلم الصغير مثلا كان يعطي هو بالرياضي بالابتدائي كان يعطي رياضيات للشعب اللي جنبه كان المعلم الصغير. فانت ممكن تستخدمي الكوتش الصغير باي مجال وتحوليه لمدرب باي مجال حسب هوايته. من الكوتش الصغير للحسره من الاطفال اللي عم يكونوا معكم بالاول بالبرنامج والله عم بلش معهم انا من 5 سنين يعني حتى الخمس سنين وقت تعطيه انت ثقه بنفسه بتقول لك انا مثلا مدربه بالحساب الذهني او انا مدرب بضل عندهم هذا الهاجس لهيك بدهم يحققوا وقت عم تعرف عن حالها انه انا مدربه او انا مدربه. وحده كانت انه انا مدربه بالطبيب الصغير كطفله يعني 6 سنين فانا بدي احكي عن كورونا تعطيها مجال انه هي بتجمع معلومات عن كورونا وصارت تحكي وهي كطبيبه كمدربه. بالنسبه لليافعين مثلا انه حكوا لنا عن موضوع تحفيزي معين مثل ما قلنا موضوع الغضب بياخذوا اصلا بصيروا كمان بيبحثوا بالانترنت عن موضوع الغضب ويصيغوا بصير عندهم قدره بالتعبير وبالصياغه وممكن يعني في طروحات كثيره هن بيلمسوها على ارض الواقع بيحبوا يبحثوا عنها كمان ينوروا الاساتذه بمواضيع ثانيه. ست فاتن احنا كثير بدنا نتشكرك وموفقين يا رب وان شاء الله دائما بيتخرج اجيال من تحت جناحكم وتعبكم بتبيض الوش مثل العاده. شكرا كثير لك يا عبد الرحمن. شكرا لك. شكرا كثير لكم.